حول قضية سمير الفرياني البارح، ضابط الشرطة اللي أعلن أنه أرشيف البوليس السياسي بدأ إعدامه وإتلافه من 16 و17 و18 جون في 2011. ويعني بعد إعلانه على الموضوع هذا تم إيقافه، وإيقافه بطريقة لا قانونية. حتى أنا تحريت مع الأستاذ عبد الرؤوف العيادي، يعني ما فماش مذكرة إيقاف في حقه. ويعني شنو هو تعقيبك أستاذ على النقطة هذه، يعني لا قانونية إيقافه، ويعني الموضوع أنا نعتبره، والأستاذ العيد زاد عملت له انترفيو المدة اللي فاتت، اعتبره خارج عن السياق الثوري. يعني يجي ضابط شرطة ويفضح إعدام أرشيف ويشير للمسؤولين على المجازر اللي صارت أيام الثورة في القصرين وتالا، يعني يوقفوهم بعد، شنو هو دلالة هذا أيام والله السبسي و... هذا يمكن يدل على كون ثم مجموعة أي. من البوليس السياسي ما زالت تعمل وقاعدة تحب تخفي بعض حقائق أنا. بتاع البوليس السياسي، وكنا باش نعرفوا كيفاش كان معنا يقع تسيير البلاد من طرف النظام السابق. هذا يجعلنا نخاف وأن الأمور تبقى كما هي. البوليس السياسي هما نفسهم ديما كانوا البعض من الداخلية يقولون أنهم تحكيوا على البوليس السياسي، رغم ما ثماش بوليس سياسي. يمكن ثم استخبارات استعلامات، ولكن كنا نشعر أن ثم أعمال كانوا يقوموا بها مجموعة من الداخلية، سميها اللي تحب، سميها بوليس سياسي، سميها. وكنا نسمع أن هذه المجموعة هذه يشرف عليها زين العابدين شخصيا. أنا. ولذا التاريخ إن شاء الله معناه يظهر لنا معناه إيش كان واقع في البلاد، ولكن من سوء الحظ الإعدام بتاع الوثائق هذه هو اللي ماشي يخلي الأمور معناها مش واضحة. كل شيء إذا كان ثمن نسخ منها موجودة في مكان آخر، ولا إذا كان ثم جماعة مؤتمنين عليها من طرف الشرفاء في الداخلية اللي يمكن يخليوها لذاكرة الشعب التونسي وللتاريخ. أنا. هو سمير الفرياني أستاذ، يعني الأورجانيجرام اللي وصفه لي إنه قبل 14 جانفي كان ثم ثلاث هياكل، يعني ثلاث هياكل، أو بالأحرى على حد تعبير سمير، يعني ثلاث وزارات داخلية موازية لبعضها، أقلها نفوذا هي وزارة الداخلية الرسمية حسب الفرياني، ثانيها في ترتيب النفوذ هي وزارة داخلية موازية في القصر الرئاسي، وثالثها في مقر والأكثرها نفوذا والمهيمنة، الجهاز المهيمن على الكل، هو وزارة داخلية موازية في مقر التجمع في محمد الخامس، وكان يشرف عليها على حسب سمير فرياني ضابط شرطة متقاعد نظريا من وزارة الداخلية اسمه منصف بن قبيلة. لو كان أستاذ تحكي لنا شكون هو منصف بن قبيلة هذا؟ هذا يمكن اللي يحكي لك عليه أكثر مني باعتبار عنده قرابة عائلية هو الأستاذ مورو. كان منصف بن قبيلة والأستاذ عبد الفتاح مورو كانوا واخدين الأخوة. أي نعم. أنا نعرفه كاسم، ما كنتش نعرف راهو الجماعة اللي يخدموا في الداخلية. حتى أنا معناها الاعتداءات اللي تسلطت عليا واللي تجي من طرف عوامل من الداخلية، إذا بيا كنت نعرف شكون اللي يعطي في الأوامر، وشنو الشيء اللي عندي ضد الأستاذ النوري اللي هو ناشط حقوقي ولا محامي، معناها يقوم بدوري في هالمجال هذا ما نتعداش لأي مجال آخر. وشنو المعطيات أو المعلومات أستاذ اللي عندك على الشخص هذا المنصف بن قبيلة؟ لا، هما كانت المعطيات اللي عندنا بالنسبة للجماعة اللي معناها سواء كان يمارسوا العنف ضد المواطنين، ولا كان عندهم تكوين سياسي يجعلهم يدخلوا في نقاش وفي نزاع معهم. أما ما نجمش نعطيك بصيغة خاصة هذا المنصب بن قبيلة ولا سي. لا بالعكس، أنا الشيء اللي نعرفه هو أنا ثم رسالة بعثها لي القلال وزير الداخلية السابق، اللي معناها اللي هو رئيس كان مجلس المستشارين،
طلب مني معناها باش ندافع عليه. يقول وان ما كان عنده حتى مسؤوليه وهو بالاسم وزير، ولكن الامور تمر وتصير في وزاره الداخليه بدون علم. هذا معناها نجم تقول هذا لتبرئه ساحته، ما في شك كل متقاضي المتهمين الكل ينجموا يلجأوا لهذه الحيله، ولكن انا نتوقع ولا ثم شيء من الصدق. اي نعم، واضح.